بينا مع بعض نشوف الأسئلة. آدي الأسئلة، عملت لك مجموعة أسئلة منوعة ومختلفة، لأن مفيش كتب قلت لك نزلت عشان ننقل منها أسئلة ولا بتاع، لكن دي أسئلة شاملة وكده. أول سؤال ده ممكن يقول لي ماتش ماتش يعني وصل. بيقول لي سيستم، ياه سيستم، سيستم ده النظام. فكر معايا كده، بص لها كده. واحد يقول لي يا مستر بص تحت تحت، انزل كده اهي، ده السيستم، زي دايجستيف سيستم، ريسبيراتوري سيستم. طب السل، سل الخلية، اصغر حاجة ادي السل. طب اخد الاورجن الاول، واحد يقول لي طب الاورجن اللي تحت دي يا مستر، الاورجن، اورجن العضو، زي هنا ليفر الكبد، ستومك، هارت القلب، اورجن. في اورجانيلا وفي تيشيو، التيشيو اللي هي الايه؟ الانسجه اللي هي بتتكون منها السن، والاورجانيلا، اورجانيلا اللي هي الاشياء اللي بتسبح جوه. عملنا عمليه ماتش. في سؤال تاني بيقول لي رايت ووردز، ممكن يجيب لك في الامتحان صوره وتكتب. يلا يلا يا حلوين، الخط الاولاني دوت هنكتب ايه هنا؟ دي ايه دي؟ والله قلناها، والله قلناها، قول قول كده اسمع. برافو عليك، نيوكلاس، نيوكلاس، ما هي نيوكلاس. احنا دلوقتي فين؟ سؤال، اللي فوق دي بلانت سيل ولا انيمال سيل؟ لا لا مستر لو سمحت، اللي فوق دي بلانت سيل لان لها جدار واحد. اما اللي تحت فيه كام جدار؟ ادي جدار، ها، وادي التاني، يبقى دي بلانت سيل. نرجع نكمل هنا، نيوكلاس. طيب الخط التاني فين؟ ايه الازرق ده اللي جوه ده ايه؟ ايوه قول لي كده حبيب قلبي. ما هو لسه لو احنا سامعين الايه، لو سمعت الشرح كنت توقف وبعدين تسمع وتذاكر وبعدين تحل الاسئله. قالت تقول ايه بقى؟ سايتوبلازم، سايتوبلازم، سايتوبلازم. طب اللي بعديها دي، ده ايه ده؟ اهي اهي ده، ما فيش غيرها. ها واحد يلا اسمه ايه؟ سيل ممبرين، مش وول، دي انيمال سيل، يبقى سيل ممبرين. طب وديت؟ بص بقى يا حبيب قلبي، القطعه الحمراء الجميله ديت موجوده في الانيمال اهي، كذا مره كذا قطعه اهي، وموجوده كمان لو انتوا لاحظتوا في بلانت تحت اهي، ادي هي قطعه دي اسمها، ما خدناهاش، هنشرحها المره الجايه، بس اعرفها مني دلوقتي. اسمها ايه؟ ميتاكوندريا. ما ايه؟ ميتاكوندريا، وموجوده في الكلمات. يعني ايه؟ هنعرفها ونعرف فايدتها. احنا خلصنا كده الايه؟ الانيمال. طب ما تيجي نشوف بلانت سيل. يلا نمبر 1 فوق هنا ايه؟ اللي جوه ولا لا ده اللي جوه، اللي جوه خلي بالك. سيل وول، لا هو دي يقصد اللي بره، يعني الخط جاي على اللي ايه؟ اسف، يعني اعتبرها الخط جاي على اللي ايه؟ اللي بره، يعني دي كده، عشان لو كده كده اهو يبقى دي اللي بره كده، يبقى ايه؟ سيل وول. ما لو كان يقصد اللي جوه يبقى ايه بقى؟ سيل ممبرين. تمام، امال هنا بقى دي؟ لا اهي دي لسه قايلينها، الحمراء زي هنا، اسمها نيوكلاس، نيوكلاس. طب وديت الازرق اللي جوه ده ايه؟ ايوه قول كلمه، ما تخافش لسه قايلين والله، سايتوبلازم. امال ده ايه هنا؟ دوت السيل ممبرين، ما هو اللي جوه بقى ده، الخط اللي جوه ده يبقى اسمه سيل ممبرين، ده السيل ممبرين. دوت ما لسه قايلين الحمراء الجميله اللي موجوده هنا وهنا، وقلنا ما شرحناهاش، ميتاكوندريا، ميتاكوندريا، ميتاكوندريا. الله ده اغنيه، ميتاكوندريا. طيب بعد كده ايه اللي جوه الصفره دي؟ على فكره هي موجوده في الاثنين، بس بتبقى في النباتات بيرمننت، يعني لها وضع تاني، اسمها ايه بقى؟ فيكيول. ما ايه؟ فيكيول، بتتشرح المره الجايه. فيكيول، فيكيول. اخر حاجه في قطع خضرة، لو انتم ملاحظين في حتت هنا مخضره شايفينها ده، خضرة اهي، قطع خضرة موجوده في البلانت مش موجوده في الانيمال، اسمها ايه بقى؟ كلوروبلاست، كلوروبلاست. في ثلاث اربع حاجات ما شرح، هنشرحهم المره الجايه، الفيكيول، الكلوروبلاست، الميتاكوندريا. الثلاث حاجات دول هيتشرحوا في المرة الجاية، لكن اعرفهم دول من مكونات الخلية. طب نشوف نوعية أخرى من الأسئلة. الأسئلة اللي بتعجبك أهي بقى، تشوز. بقول لك هنا إيه؟ استومك إز سيستم ولا أورجن ولا تشيو؟ استومك، استومك، معدتك تعتبر إيه؟ ها؟ جاوب قبل ما أجاوب أنا، ها؟ برافو عليك، أورجن. سيل إز بيجر ذان
ولا ليس ذان ولا ايكوال سيستم؟ عندي سيل وعندي سيستم، مين الاكبر؟ السيستم ده احنا قلنا السيل دي البيزك يونت، بيزك الاصغر، يبقى سيل از ايه بقى؟ ها، ليس ذان سيستم. برافو. ليفنج اورجانيزم كونسيستس اوف، الليفنج اورجانيزم الكائن الحي، قطه، كلب، هوهو، نونو، كونسيستس اوف 3 ولا 4 ولا 5 بارتس. الكائن الحي بيتكون من ايه؟ يلا، سيل، تيشيو، اورجان، ها، سيستم، وبعدين ليفنج اورجان. يبقى بيتكون من كام؟ من 4 بارتس، لان الليفنج بيتكون من اربع اشياء دون الايه؟ سيل وول. السيل وول فاوند ان انيمال ولا بلانت ولا في بوس في الاثنين؟ السيل وول، ايوه يا حبيب قلبي، برافو عليك، ما دام وول يبقى في البلانت سيل. There are 3 ولا 2 ولا 5 types of living organism. الليفنج اورجانيزم في نوعين ولا 3 ولا 5؟ احنا قلنا في يونيسيلولار، ها، ليفنج اورجانيزم، وفي مالتي يونيسيلير. يبقى في يونيسيلير ومالتي، يبقى في كم نوع عندي؟ ها، يبقى الاجابه 2. سؤال كمان، ترو فولس. سيل is the basic structural and functional unit of living organisms. السيل هي البيزك ستراكشر والفانكشن يونت اوف اورجانيزم. ترو. اميبا از مالتي سيلولار اورجانيزم. هل الاميبا مالتي سيلولار ولا يوني سيلولار؟ لا، دي يوني سيلولار، يبقى ايه؟ ها، فولس، برافو عليك. Digestive system is considered an organ. هل الدايجستيف ده باين من الكلمة system؟ يبقى لا، false، هو system. Cell can't be seen by naked eye. السيل ما اقدرش اشوفها بنكد اي، يعني مجردة. ها، برافو، true. We use microscope to see organs. احنا بنستخدم الميكروسكوب نشوف الاورجان، الاعضاء، ولا بنشوف السيل؟ السيل، يبقى فولس. ادي عمال اجيب لك اسئله على اللي اتشرح اخر صفحه. ما لا، ما مش كترنا ولا حاجه، الاسئله بتوضح. بص الصفحه الاخيره ده بيقول لك ترو اور فولس اف نوت بريزنت ان سيل. يعني لو هو جايب لي بيقول لي في عندي هنا بلانت سيل وعندي انيمال سيل وهنا اورجانيلا، اورجانيلا اللي هي القطع اللي جوه، يعني نيوكلاس، هل موجوده في بلانت سيل؟ اه، احنا كانت موجود. طب موجوده في الانيمال سيل؟ ها، جاوب يلا. ايوه موجود. طب هنا السيتوبلازم، اه قلنا موجود في بلانت سيل وموجود في الانيمال سيل. طب السيل ممبرين، خلي بالنا ده سيل ممبرين، اه يا مستر، قلنا موجود في بلانت سيل وفي الانيمال سيل. ما هي الاسئله دي كلها بتوضح لك الكلام، لو انت مذاكره كويس تبقى سهل. السيل وول، لا لا لا، خلي بالك، السيل وول يبقى في البلانت سيل، ونعمل هنا اكس، مش موجوده في الانيمال سيل. الفيكيوال، فيكيوال دي موجوده في الانيمال سيل وفي البلانت سيل والانيمال، بس شكلها بيختلف بس موجود. الكلوروبلاست الخضراء، بلاستيدات خضراء اللي بتخلي اللون اخضر، لا دي موجوده فين؟ في بلانت سيل، نوت ان ايه؟ انيمال سيل. الميتاكوندريا، لسه قايلينها والله، الميتاكوندريا موجوده بلانت سيل وفي الانيمال سيل. تعبتوا؟ معلش، اخر سؤال جفريزون. وي يوز مايكروسكوب، احنا ليه بنستخدم الميكروسكوب؟ يا ده مش عايزه منهج يا مستر. اي تو ايه بقى؟ ها، to see small things like cells. To see small things like cells. نشوف الأشياء الصغيرة زي السيل. Animal cell has cell wall. بقول لك الـ animal cell has cell wall. الـ animal cell ليها cell wall. آه،
لا يا مستر، السؤال ده غلط. لو سمحت مش مفروض ما تبقاش انيمالز سيل، المفروض تبقى بلانت سيل، لان الانيمال سيل ملهاش سيل وول. يبقى بلانت سيل هاز سيل وول. ليه لها سيل وول؟ ها بروفايد سبورت اند شيب تو سيل، بتعمل الشكل وتحفظ الايه الخليه. اتمنى يكون الدرس واضح والاسئله واضحه، والى لقاء قادم ان شاء الله.